للمزيد عن الأسواق العالمية انضم إلينا من دبي رئيس قسم الأبحاث في أكوتي جروب سيد رائد الخضر. أهلا وسهلا بك سيد رائد معنا سكاي نيوز عربية من جديد. غاري كوين هو مفتاح تداولات الأسواق الأمريكية لتداولات اليوم، توقعاتكم للافتتاح وهل من الممكن تعويض هذه الخسائر اليوم؟ حقيقة هو مندوب وول ستريت داخل البيت الأبيض وهو المنظم والمهندس الأول لعملية التخفيضات الضريبية، طبعا خروجه هو بمثابة يعني الاحتجاج عن على التعريفات الجديدة التي أو الاقتراحات الجديدة التي طرحها ترامب بزيادة تعريفات الاستيراد على الصلب. إجمالا هذه تعتبر ذات ضغط سلبي أكبر على الاقتصاد الأمريكي وعلى الأسواق الأمريكية، وقد تمتد أكثر حتى ظهور التبعات الحرب التجارية التي ممكن رأينا بعض بوادرها بمثل تصريحات متبادلة، وبالتالي هذا أكثر ما يقلق المستثمرين وبالتالي يضغط بشكل أكبر على الأسواق الأمريكية، وكأنه ممكن نرى إمكانية سقوط وإمكانية هبوط أكبر في الأسواق الأمريكية مع افتتاح اليوم. طبعا ما ننسى أنه في عندنا بيانات الوظائف خلال التعاملات هذا الأسبوع، نعم، أيضا لها تأثير ولها وزن مثل قراءة الـ ADP اليوم. سأعود إلى موضوع تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة، لكن نعود بالتاريخ إلى العام 2002 عندما قام جورج بوش بالحديث وأيضا قام بتطبيق بعض التارفس أو الضرائب على بعض المنتجات بما فيها أيضا الواردات من الحديد، لكن في النهاية تراجع. لماذا هذه المرة قد تكون مختلفة عن ما قام به جورج بوش؟ لأن ترامب لديه يعني الحس الهجومي والأجريسيف نوعا ما منذ توليه، من قبل توليه حقيقة ما أنصب الرئاسة، وبالتالي هذا الموضوع الذي ممكن أن يكون متبادل. يعني نحن رأينا كندا شريك تجاري قوي للولايات المتحدة الأمريكية يعني أظهرت التصريحات بأن الأمر غير مناسب على الإطلاق، إضافة إلى شريك تجاري الأوروبي إجمالا أو الدول الاتحاد الأوروبي سوف تضطر إلى رفع التعرفة الجمركية، وذلك يضيق الخناق أكثر على الاقتصاد الأمريكي الذي يخرج من يعني أو يثبت تعافيه بشكل أكبر ويحتاج إلى استقرار في التعافي بدلا من أن يكون هناك فقدان للزخم بشكل سريع في داخل الاقتصاد الأمريكي نتيجة الضبابية وعدم الوضوح. بالتالي الآثار السلبية ممكن تكون أكبر بكثير خلال الفترة الحالية، نتيجة أيضا لأنه كان في عندنا صعود قوي خلال التعاملات العام الماضي كاملا، بالتالي السقوط قد يكون قوي أيضا. رائد، ما مصير الدولار هنا؟ يعني حاولنا اختراق مستوى 90 أكثر من مرة، يوم أمس شهدنا تراجعات بنصف النقطة تقريبا و16 بالنسبة للمؤشر العام، أين نرى مؤشر العام للدولار حتى نهاية الأسبوع على الأقل؟ نحن يعني نتابع الدولار الأمريكي في ضعفه بعملية الارتفاع بالاتجاه الصاعد، ميله بشكل أكبر إلى الضغط بالاتجاه الهابط نتيجة لعدم الوضوح الضبابية، نتيجة أيضا لبعد نوعا ما القرار رفع أسعار الفائدة خلال هذا الشهر، فممكن يكون عندنا مسيرة هبوط على الأقل حتى قبيل قرار أسعار الفائدة في شهر مارس، ممكن أن يكون في عندنا الضغط أكبر بالاتجاه الهابط وعودة لزيارة مستويات الـ 85 والـ 84 لمؤشر الدولار الأمريكي، طالما الآثار السلبية نحن عم نشاهدها حاليا لا تزال قائمة فيما يتعلق بالتصريحات التصريحات ترامب التي تثير الخوف بما يتعلق بالحرب التجارية. ما هي توقعاتكم بالنسبة لمستويات الأجور خلال الجمعة وأيضا للوظائف الجديدة؟ هل من توقعات؟ حقيقة هناك تفاؤل بالقراءة المتوقع بأن تكون ضمن النطاق 200 ألف إلى 190 ألف وظيفة. طبعا الاقتصاد الأمريكي ممكن أن نراقب بشكل أكبر معدلات البطالة التي كانت قد ارتفعت إلى مستويات 4.1%، وممكن أن ننظر إليها إمكانية هبوط دون مستويات 4.1% تعطي إيجابية للدولار الأمريكي، وأي قراءة للنون فارم بيرول بحدود مستويات نطاق 190 يوصل إلى 200 ألف وظيفة
الوظيفة ممكن أن يعطي أيضا دفع إيجابي للاقتصاد الأمريكي، بينما مستويات الأجور حاليا يعني كانت قد أدت أداء إيجابيا خلال الفترة الماضية، وكان هناك تركيز أكبر على أن معدل كان التخوف كان من مستويات التضخم أكثر من معدلات الأجور في القراءة الأخيرة من الفيدرالي الأمريكي. الآن يعني ممكن نشاهد قراءة نوعا ما إيجابية. بالنسبة أيضا لمعدلات الأجور، هل من الممكن الحديث أن معدل الأجور الذي ارتفع خلال الشهر الماضي هو فقط لمرة وحيدة، لأنه العديد من الشركات أعلنت عن زيادة رواتب وأيضا زيادة حوافز منذ أن تم الإعلان عن الإصلاح الضريبي؟ صحيح تماما، يعني كانت هي عملية باي باك بما يتعلق بعملية تخفيضات الضريبية، وبالتالي رفع رواتب الأجور، تحسنت لدينا وتيرة نمو الأجور. الآن الوتيرة إذا ما استمرت خلال التعاملات على الأقل نفس القراءة التي كانت خلال التعاملات الشهر الماضي ممكن أن تعطي زخم إيجابي، ولكن يجب أن تكون وتيرة نمو الأجور أعلى من وتيرة التضخم نوعا ما، أو ضمن السياق نوعا ما خلال على الأقل شهرين أو الثلاثة القادمة حتى نتأكد أن هناك تعافي بالأجور أفضل من وتيرة النمو والتضخم، بالتالي ممكن أن نشهد معالم الاستقرار في الاقتصاد الأمريكي والإيجابية في الاقتصاد الأمريكي التي تحتاج احتواء من قبل السياسة النقدية ورفع معدلات أسعار الفائدة بشكل أكبر. على كل، كنت أريد أن أسألك عن أيضا البنك المركزي الأوروبي خلال هذا الأسبوع، لكن لضيق الوقت للأسف، لكن سنتابع كل هذه الأمور بالتأكيد خلال الأسبوع المقبل. أشكر حضورك معنا دائما رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب سيد رائد الخضر، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.